آخر أخبار السفر والإقامة في تركيا. مرحبا أصدقائي، وياكم حارث المهندس. في هذا الفيديو راح أوضح لكم موضوع فتح السفر إلى تركيا وأيضا إلى خارج تركيا، وكذلك بشأن العراق والفيزا وكل الأسئلة اللي سألتوني إياها راح أجاوبها في هذا الفيديو، فتأكدوا أن تتابعون الفيديو للأخير. مثل ما تعرفون ومثل ما ذكرت بالفيديوهات السابقة، أن تركيا فتحت السفر إلى دول عديدة منها أمريكا، الصين، دول أوروبية، وأنا نزلت فيديوهات عديدة سابقة راح تطلع على الشاشة إذا حابين تشوفوها، مواعيد السفر لهاي الدول منها الدول الأوروبية، الدول العربية، يعني هواية دول. وأول شيء راح نبدي به هو دولة قطر. هو يسألون عن هذا الموضوع. مثل ما تعرفون من يوم السبت الفائت بدأ السفر إلى قطر، من وإلى قطر إلى الدوحة تحديدا، وكانت يعني أكو رحلة، وحاليا راح تستمر هذه الرحلة يوميا إلى تاريخ 30 حزيران اللي هو 30/6. راح تكون أكو رحلة يوميا. طبعا هاي الرحلة راح تغادر من الدوحة الساعة 8:10 صباحا، ونفسها هي هاي الرحلة راح ترجع إلى الدوحة، فراح تغادر من مطار اسطنبول الساعة 6:30 مساء. هذا بالنسبة إلى قطر. وبعد 30 يونيو راح تكون رحلات يعني أكثر، هسه رحلتين، رحلة يومية راح تكون رحلتين أو أكثر بعد هذا التاريخ. أما بالنسبة لمصر فمن يوم 16 حزيران اللي هو يوم غدا راح تبدي رحلات إلى مختلف الدول. هذه الرحلات أغلبها هي مثل ما يسموها رحلات استثنائية، هي حتى تجلي العالقين خارج مصر إلى داخل مصر، وكذلك تنقل العالقين في مصر واللي يحملون إقامات أوروبية أو أمريكية أو إقامات دول ثانية. فهذه هي مو رحلات سياحية للناس الاعتيادين، هاي هي رحلات استثنائية للناس اللي ظروفهم صعبة، الناس اللي عندهم إقامات في غير دول عالقين أو عالقين في مصر وإقاماتهم في غير دول. فراح يبدي من يوم 16 يونيو السفر لعدة دول، منها دول أوروبية، منها أمريكا، منها دول عربية. فأنتوا حاولوا تشيكون شركات السفر إذا أنتوا كنتوا عالقين أو عندكم فيزا حتى تسافرون. أما بالنسبة للبحرين فيوم 19 راح يتم أول رحلة، وراح تكون بين البحرين وبين أبوظبي، بالتحديد بين المنامة وأبوظبي. راح تكون أكو رحلات في يوم 19 وكذلك في يوم 21 ويوم 26 ويوم 28 من هذا الشهر، راح تكون أكو رحلات ذهاب وعودة بين أبوظبي والمنامة. بالنسبة لإخواني من الدول الأفريقية اللي يسألوني، السودان، غير دول، طبعا لحد الآن ما تحدد موعد سفر لهم، ولكن مثل ما ذكرت أنا بالفيديوهات السابقة أنه تركيا، طبعا هذا الموضوع يشمل الجميع، هذا ما يشمل فقط الدول الأفريقية، هذا يشمل جميع دول العالم. تركيا فتحت حدودها البرية، الجوية، البحرية، كل حدودها ما عدا الحدود البرية مع إيران مغلقة لحد الآن. هذا معناه شنو؟ معناه أنه تركيا تقول لكم أهلا وسهلا، اللي يريد يجي خليه يتفضل، احنا نرحب به، ولكن لازم دولتك توافق. بمعنى أنه لحد الآن أكو دول ما موافقة، منها العراق، منها الأردن، منها هواي دول عربية ودول أوروبية وأمريكا، لحد الآن ما فتحت السفر، ما فتحت حدودها. فهذا الأمر مو بيد تركيا، تركيا فاتحة الحدود من طرفها، ولكن تنتظر موافقة الدول، يعني دولكم، حتى تفتح السفر إلى تركيا. فبخصوص هذا الشأن أنتوا لازم تتأكدون من دولتكم. الشيء اللي لازم تعرفوه أن تركيا فتحت الحدود، ففقط تأكدوا من دولتكم إذا أكو رحلات من دولتكم، إذا مسموح السفر وانفتح السفر من دولتكم إلى تركيا، فتقدرون بصورة اعتيادية تحجزون وتجون إلى تركيا. الموضوع الثاني هو موضوع أنه الناس هواي يسألوني سياحة في تركيا شنو أخبارها، من نجي إلى تركيا راح يصير علينا حجر بالمنزل، ما نقدر نطلع، راح يحجرونا، كل هاي الأمور. أول شيء بالنسبة للسياحة، السياحة إذا خلنا نحط مثلا معدل 100%، حاليا السياحة بين 30-40%، الناس بعدهم ما مسافرين إلى تركيا، متخوفين من الوضع، وكذلك الأتراك أكو قسم منهم متخوف من الوضع، فالسياحة هي مو بوضعها الاعتيادي، ولكن تدريجيا دا ترجع الحياة شوية شوية وترجع السياحة. أما بالنسبة لموضوع الحجر الصحي، فالقانون هو أنه من تدخل إلى تركيا حاليا عن طريق المطارات أو البر أو البحر راح يتم فحصك. أول شيء لازم تعرفوا أنه المطارات حالياً انتشرت بها كاميرات حرارية بصورة جداً كبيرة، وكذلك أكو أشخاص لابسين مثل الخوذة بها مناظر حرارية حتى يتابعون كل المسافرين الوافدين إلى تركيا. فأنت أول شيء راح تدخل إلى تركيا راح تروح بصورة طبيعية على الجوازات، تكمل ويا ضابط الجوازات يختم لك ختم الدخول، ولكن في يعني أثناء طريقك من الطائرة إلى لما تخرج من المطار أكو كاميرات حرارية تشوفك،
اي واحد عنده اعراض راح يسووا له فحص الكورونا البي سي ار، اما البقيه فقط راح يسووا لهم فحص الحراره اجراء روتيني، وراح ياخذون منكم المعلومات اللازمه واللي هي مثلا اسمك على الجواز، عنوانك، رقم تليفونك، حتى يتصلون فيك بحاله اي شيء صار. بالنسبه اذا انت صارت عليك اعراض الكورونا وفحصوك فحص الكورونا وطلعت نتيجتك موجبه انه انت مصاب بمرض فيروس كورونا لا سمح الله، فراح يتم حجرك وانت راح تتكلم يعني التكاليف مال الحجر الصحي اللي هي 14 يوم انت اللي راح تتحملها. هذا الموضوع حتى اذا انت كنت يعني ما مصاب ولكن الاعراض ثبتت عليك وارتأوا انه يحجروك، فراح يحجروك لمده 14 يوم وانت تتحمل هاي التكاليف وما عندك يعني اي حل غير انه تبقى في الحجر. هذا بالنسبه لموضوع الحجر الصحي وموضوع الفحص والسياحه وكذا امور. بالنسبه ايضا لموضوع السفر لباقي دول العالم، مو الا الى تركيا مثلا، من المغرب الى الاردن مثلا، من امريكا الى العراق وكذا امور. اول شيء غالب السفر حاليا اللي دي يصير هو الاشخاص المقيمين فقط، يعني انت اذا مثلا كنت في دوله وعندك اقامه في الدوله اللي تريد تروح لها، فغالبا حاليا انفتح السفر باغلب دول العالم، حتى بالدول اللي بيها اصابات عاليه ايطاليا اسبانيا حاليا دا تفتح السفر بين الدول الاوروبيه بشرط انه عندك الاقامه مال الدوله اللي تريد تروح لها. فبصورة عامة إذا أنت كان عندك الإقامة وليس رايح إنه سياحة وكذا، فأعتقد إنه الأمور هسه حاليا صارت أحسن وتقدر تراجع شركات السفر للدولة اللي تريد تروح لها وإن شاء الله تلقى حجز طيران على هاي الدولة. وأرجع وأقول لكم وأجاوب هواية يسألوني هذا السؤال ونفس الجواب أجاوبه وراح أقوله بالفيديو هم حتى يصير عندكم واضح، ماكو احد يعرف بتاريخ فتح السفر لاي دولة عدا الدولة نفسها، يعني مثلا العراق، مثلا الاردن، السعودية، الامارات، قطر، اي دولة بالعالم، امريكا، المانيا، انت لازم تراجع الدولة مالتك وتعرف شو وقت راح تفتح السفر، لان ما حد يعرف. انا قلت لكم انه تركيا فتحت السفر، يعني تركيا فتحت حدودها بس تبقى الدولة اللي انت بيها شوف التاريخ مالتها شو وقت يفتح، بذاك الوقت تقدر تسافر. وهسه نيجي على موضوع العراق. طبعا هواي تجيني اسئله من اخواني واخواتي من العراق على يعني موضوع الفيزا السفر وكذا امور، راح اجاوبها كلها بهذا الفيديو، فتاكدوا رجاء انه تتابعون هذا الفيديو بالتفاصيل وحتى ما تسالوني بالتعليقات نفس الاسئله اللي راح اجاوبها. اول شيء الحدود البريه مغلقه، السفر بالحدود البريه سواء كان عندك اقامه ما عندك اقامه مغلقه، الحدود البريه مفتوحه فقط للنقل التجاري والبضائع، هاي شغله. الشغلة الثانية النقل الجوي أو السفر الجوي، مثل ما تعرفون انطلقت رحلة من يوم 12/6 اللي هي قبل تقريبا 3 أيام إلى اسطنبول، من بغداد إلى اسطنبول، وكانت هذه أول رحلة فقط للناس اللي عندهم إقامة، سواء كانت إقامة عمل، إقامة سياحية، إقامة دراسية، إقامة عقارية، والجنسية التركية أو الجواز التركي، فقط لهذول الناس سمحوا لهم إنه يسافرون من بغداد إلى اسطنبول. حاليا انفتح السفر لمن؟ لنفس الاشخاص اللي عندهم اقامه، انفتح الى اسطنبول وكذلك الى انقره، انفتح انه اذا انت عندك اقامه تقدر تروح تحجز اكو رحلات اعتقد يوميا او بين يوم ويوم من بغداد الى اسطنبول، تقدر تحجز بشرط انه يكون عندك اقامه، اي نوع من الاقامه تقدر تحجز تجي الى اسطنبول. وبنفس الوقت راح تنفتح رحلات اعتقد من يوم غدا، من يوم 16، رحلات عوده من اسطنبول الى بغداد. هذه هي مو الرحلات الاستثنائية اللي على الخطوط الجوية العراقية، لا، هذه الرحلات هي على شركة فلاي بغداد، فهذه تعتبر رحلات خاصة. هاي إذا تريد تحجز وترجع للعراق عن طريق الطيران الجوي، أول شيء لازم إنه تحجز حجز فندقي 14 يوم في العراق وتدفع تكاليف التكاليف عليك، لأنه راح تنحجر حجر في الفندق لمدة 14 يوم، لازم تثبت هذا الشيء وتدفع هذا الشيء وتحجز، بعدها الله يسمحوا لك انه تحجز على رحلة العودة الى بغداد. بالنسبة للناس اللي اجوا الى اسطنبول فوقعوا لهم على تعهد خطي انه انت ما ترجع للعراق لحد ما ينتهي فيروس كورونا، خلوا هذا الشيء ببالكم. الناس اللي تريد تجي من العراق الى تركيا خلوا شيء ببالكم انه راح بالمطار يوقعوكم على ورقة تعهد انه ما ترجع للعراق الى حد ما ينتهي فيروس كورونا، حتى باكر عقبه ما تطالب، ما تروح تحتاج قدام السفاره العراقيه وتقول لهم اريد رحلات عوده وكذا امور، هم دا يريدون يخلون المسؤوليه. طبعا هذا الشيء ماكو دوله بالعالم سويته، ما اعرف العراق ليش دائما شاذ عن القاعده،
يعني ماكو دولة بالعالم نهت مواطنيها انه يرجعون للعالم. فانت اذا كنت رايد ترجع من اسطنبول الى بغداد او من تركيا الى العراق، فاول شيء مثل ما قلت لك لازم عندك جنسية عراقية، لازم تحجز حجز فندقي، تثبت يعني تدفع التكاليف هذا الحجز لمدة 14 يوم، وهما راح يسحبون منك الجواز ولازم انت تلتزم بهاي القوانين. نجي هسه على موضوع الناس العراقيين اللي عندهم اللي يريدون يجون الى تركيا بس ما عندهم اقامة. لحد الان ما صدر اي قرار بخصوص هذا الموضوع، واي واحد يقول لكم فلا تصدقوه، ممنوع انه تسافرون الى تركيا فقط للناس اللي عندهم اقامة، ولكن ان شاء الله عن قريب راح ينتهي هذا الشيء بما انه فتح السفر، يعني تقريبا يعني قاموا يزيدون الرحلات ورحلات عودة وكذا امور، فاعتقد راح تتسهل الامور بالنسبة للناس اللي عندهم فيزا. الفيزا هي شنية؟ الفيزا هي الفيزا السياحية الستيكر اللي انا سويت فيديو كامل عليها يطلع لكم على الشاشة، واللي تقدرون تستخرجوها من السفارة التركية بالعراق، واللي سعرها يعني من السفارة التركية او من شركة جيتواي اللي موجودة بالوزيرية اعتقد قريب السفارة التركية، هي الشركة الوحيدة المخولة باصدار الفيزا الاستيكر الفيزا اللاصقة. طبعا انا ذكرت الشروط اللي تحتاجها حتى تصدر هذه الفيزا بالفيديو على الشاشة يطلع لكم تقدرون تشوفوه. وسعر الفيزا الرسمي هو 50 دولار زائدا 60 دولار هو تأمين صحي، هذا اجباري تدفعه، يعني راح يكون سعر الفيزا الاجمالي من 110 الى 115 دولار. الشيء لازم تعرفوه بخصوص الفيزا انه اذا كان عليك منع في تركيا فما راح يسترجع مبلغ الفيزا، يعني اذا رفضت او انقبلت ما يسترجع مبلغ الفيزا. فرضا انت قدمت ودفعت هاي التكاليف واجاك رفض، فما راح تسترجع قيمة المبلغ اللي هي 110 او 115 او 120 دولار حسب السعر اللي هم دا يسوون بالفيزا. انتبهوا على هاي النقطة، ولهالسبب بقول لكم تأكدوا دائما اذا كان عليكم منع تراجعون السفارة التركية وتعرفون اذا كان عليكم منع او انشال. طبعا الناس اللي عاجزون يروحون يشوفون الفيديو اللي سويته راح اقول لكم مستمسكات السفر او مستمسكات التقديم على الفيزا في العراق. اول شيء لازم عندك جواز سفر نافذ لمدة اكثر من 6 اشهر، لازم صور 2 خلفية بيضاء، وايضا لازم هاي طبعا شروط جديدة، لازم عندك اذا كان السكن مالتك ايجار فلازم تاخذ وياك عقد الايجار، اذا كان السكن مالتك طابو يعني ملكك فلازم تاخذ صورة من الطابو، وايضا لازم تاخذ هوية لموظف او كفالة موظف او متقاعد او كشف حساب بنكي. وراها من راح تقدم راح يرسلوا لك رسالة بنفس اليوم باللغة التركية ويقولوا لك احنا استلمنا طلبك وحاليا دراجة. هذه الفيزا هي صالحة لمدة 30 يوم من يوم دخولك الى تركيا، تحسب 30 يوم وبعدها تنتهي هاي الفيزا، ولكنها ظل صالحة لمدة سنة، يعني اذا انت بالعراق ظل صالحة لمدة سنة لحد ما تجي تركيا يلا تسقط. وهي تعتبر يعني مثل ما يسموها دخول متعدد، يعني مو تدخل مرة واحدة وانما هاي حتظل وياك سنة كاملة، تقدر تدخل وتطلع بيها تدخل وتطلع بيها، ولكن المدة المسموحة لك في البقاء في تركيا هي فقط 30 يوم. بالنسبة لاخواني السوريين قبل لا انسى وانهي هذا الفيديو، اخواننا السوريين طبعا فتحوا معابر بين تركيا وسوريا حتى يقدمون على اجازات العيد من هذا اليوم، فتأكدوا من المعابر، معبر باب الهوى، جرابلس، المعابر الحدودية تأكدوا من عندها لانه حاليا فتحوا التقديم لها. ولهنا انا ينتهي فيديو هذا اليوم، اتمنى ان شاء الله يكون يا ربي فاتكم، اتمنى اكون جاوبت على جميع استفساراتكم واسئلتكم. الايام القليلة القادمة ان شاء الله راح اسوي لكم بث مباشر على قناة اليوتيوب نقدر انه نجاوب بيه على كل الاسئلة حتى الناس يعني كل الناس يستفادون، يعني انا اجاوبكم بالمباشر، تكتبوا لي اسئلتكم واحاول اجاوبكم بالمباشر، ويبقى هذا الفيديو للناس اللي عندهم استفسارات وعندهم اسئلة حول هذا الموضوع. اهم شيء اكيد انه ما تنسون تدعمون القناة وتدعمون اخوكم وتشتركون في القناة، وايضا ترسلون القناة لاصحابكم لاصدقائكم لاي شخص مهتم بهاي المواضيع، لاي شخص مهتم في تركيا في الايجارات في العقارات في المواضيع القانونية في جميع الاخبار المتعلقة في تركيا، فتأكدوا انه ترسلون لهاي القناة حتى يشترك في قناتنا. طبعا مثل ما اوصيكم دائما خليكم في بيوتكم، حافظوا على نفسكم، ويا رب نشوفكم في تركيا ونشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.